جيت ما كاين غرفتين عندي انا، وجيت انا وعيلتي ما كانت صغيره، سكنت فيهن من سنتين. قلت بدي ازيد، صارت عيلتي الحمد لله رب العالمين 9 صرنا في البيت، وبتعرف غرفتين. قلت بسوي لي غرفه ومحل المطبخ. بتفاجئ اجوا اعطوني امر وقف بناء، قالوا لي خلص سويش ولا شيء وروح. الحين امبارح بتفاجئ بالمحامي اللي هو بيقول لي في انت عندك امر هدم، ملفك مرفوض ومش قابلين نهائي، ولازم انت على السريع تقدم. الحين نقدم لك في المحكمه العليا منه قدم استرحام، يعني شغلة إنسانية إذا بتصير. رحنا اليوم قدمنا وإن شاء الله خير. ما في خيار، يعني الأرض أرضنا، ولو بدهم يهدلوا يعني قاعدين فيها وين بدنا نروح؟ نصفى على الشارع عندهم. إحنا معناتنا من الشارع هذا إنه يعني تفاجأ، يعني حتى الشارع نفسه أنت بتلاحظ عليه حتى ممر للمشاة ما فيش، يعني بتلاقي الخط الاصفر يعني بعيد 20 سنتي عن الحديد. يعني طول الوقت احنا يوم بروح اولادنا بالمدارس بنقطع كل المسافه هذه بتستناهم عشان تروحهم على الدار. اول ما سكننا الدار طفل صغيره هن اندعست على الخط. يعني بنعاني من الاشي هذا، يوم يوم على المدرسه تنأمن اولادنا تيروحوا، بستناهم على الطريق تيجوا. واليوم حفل تخرج ابني راجع ما رحتش حتى عشان اجاني هدم للدار، ما طلعتش برا الدار من مره. احنا ما بنخلي الدار عشان ما يجيش يعني هدم الها او يجوا هنا يستولى على الدار. انت بتعيش هنا يعني منطقه يعني انت زي ما بقول لك تحت خط النار، يعني مجرد تطلع هنا في الليل ويشكوا في طلعتك بيجوا عليك. وضع جوزي يعني قبل فتره يعني عانى، قبل سنه عانى من ابعد الشر عن الجميع من المرض السرطان في القولون، وتعب كثير مش شوي، سوى عمليه قولون وفي المستشفيات قعدت شهر معه. وانا يعني غيب بنات عن المدرسه كل يوم دور، كل واحد يدور بنات الكبار تقعد عند اخوتهن. يعني اروح على المستشفى وارجع من هنا اشوف امور داري عاود ارجع على جوزي على المستشفى، بطلعش من الدار من مره. يعني اللي زي هذا مثلا انتفخت عليه طحونه بدي اروح على المستشفى تسمم معه، ما طلعتش برا الدار من مره الا انا اروح اجيب له مضاد حيوي. وانت بتعرف اذا بدي اروح على المستشفى بدي اقعد اسبوع هناك يعني للاطفال الصغار، ما طلعتش برا الدار من مرة. أحيانا الطلاب نصهم أوديهم ونصهم يقعدوا في الدار. إحنا هنا فيش زيارات عندنا، يعني إذا بتحتاج إلا إذا بدك تروح تسحب سحب، أو إن مسؤول بده يجي يتصور عندك على برنامج ويطلع عليه بيجي بتصور الخمس دقائق وبروح. إحنا هنا المنطقة لا بنطلب منهم يدعمونا لا مصاري، ولا بدنا مصاري، ولا احنا في حاجة مصاري، احنا في حاجة ان يكفوا معي. يعني بتعرف شغلة قانونية، يعني احنا ناس يعني هانا بتلك يعني ناس بسطة يعني في القانون ما بنعرف، هم قادرين انهم بيعرفوا في القانون كبلدية كمؤسسات بيعرفوا اكثر منا. انا ما بعرف في القانون، انا بعرف اقعد في ارضي واحافظ عليها، ما بقدر اروح مثلا اروح على بيت ايل، اروح على عسيون، اروح هون هون. يعني على الكليل لو بحطوا محامي اللي يعني يكف معك،